للمزيد من النقاش حول إقالة السودان لمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب وتعيين علي محسن العلاق وأبعاد القرار، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. مرحبا بك معنا دكتور حامد. أهلا وسهلا عزيزي، شكرا جزيلا. حياكم الله دكتور. دعوات للاحتجاج في بغداد ضد الانخفاض غير المسبوق في قيمة الدينار استبقها السوداني بإقالة محافظ البنك المركزي، هل تعتقد بأن هذه الخطوة من السوداني يمكن أن تحتوي هذه الاحتجاجات المرتقبة فضلا عن حل مشكلة انخفاض قيمة الدينار؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي أستاذ يونس على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة لا تشفع لهم أي تغييرات ترقيعية، لأنه الأزمة يعني الاقتصادية والمالية طبعا الآن اللي تمس شرائح مختلفة من المجتمع العراقي بما فيها حتى الطبقة المتوسطة الآن، يعني غير ناهيك عن العاطلين عن العمل وذوي الدخل المحدود والفقر اللي موجود الآن، يعني اللي ضارب في أطنابه الحقيقة يعني صفوف الشعب العراقي أكثر من 35% تحت خط الفقر. لذلك هذه العملية لا تداوي جرحا مثل ما يقال، وخصوصا انه الوضع يعني طال يعني من الازمه، زائد انه المعالجات جاءت بازمه اخرى. يعني علي العلاق مثل ما نعرف تاريخه هو يعني كان الامين العام لمجلس الوزراء لحكومتي يعني ولايتي المالكي بين 2006 الى 2014، وكان متهم ايضا بملفات فساد وتمرير صفقات كبيره الحقيقه عبر مجلس الوزراء. ثانيا هو يعني ايضا كان يعني محافظ البنك المركزي العراقي بين 2014 الى 2020، وكان ايضا يعني مثل ما يعرف الشعب العراقي كله قصه السبع مليارات دينار عراقي اللي يعني مثل ما يقال تلفت أو أتلفت أو سرقت بسبب مياه الأمطار، وهي طبعا إهمال إذا صحت القصة. الحقيقة هناك فساد كبير، هناك يعني ليس فقط العامل الداخلي، يعني قضية الدينار والدولار الحقيقة لعبة لا يقتصر وجودها واللاعبين فيها على يعني العامل الوطني المحلي، وعندما أيضا الإقليمي والدولي مثل ما نعرف، لأنه هي منافسة بين إيران وأمريكا. أمريكا هي اللاعب الأساس في قضية العملة، لأنه الدولار أساسا ليس عملة للتداول والمقايضة، أصبحت يعني من بداية السبعينات من القرن الماضي الدولار أصبح للهيمنة، يعني خصوصا قضية البترودولار والدولار الأمريكي يعني وسيلة للهيمنة على مقدرات الاقتصادية لشعوب كثيرة مثل ما نعرف، يعني في عدد كبير من الدول، في تركيا، في إيران، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في حتى في روسيا. لذلك أنا أقول أيضا هاي لعبة عقدت المشهد الآن في العراق. نعم. أنه لا يمكن العراقي يطمئن لا للطغمة السياسية الفاسدة المتشبثة بالسلطة، ولا إيران التي تلعب بمقدرات الشعب العراقي بسرقة ثرواته، ولا أمريكا التي تلعب بقيمة الدينار العراقي، رغم نفي السفيرة الأمريكية في بغداد أنه لا تتدخل، لكن هذا كذب مفضوح. هم يتدخلون ل يعني فرض هيمنة على العراق من قبل الطرفين، يعني هناك تخادم بالمصالح لكن هناك منافسة محتدمة للهيمنة المطلقة على مقدرات العراق. العراق الشعب العراقي غائب حقيقة ومغيب دوره في هذه القصة. لذلك العملية ليست بالبساطة اللي يعرضوها، أنه ليست قضية دولار ودينار عراقي وقيمة الدينار ماذا تفعل. هناك ضغوط على الإطاريين لي يعني الركوع امام الامريكان حتى لا يطالبون بجلاء القوات الامريكيه من العراق، هذه نقطه. بالعكس الايرانيون يطمحون الى فرض هيمنتهم المطلقه. نعم. ايضا على نعم. على العراق كمنافس. نعم. لل يعني العامل الامريكي. نعم دكتور، على افتراض ان السوداني ومن خلفه الاطار يعلم ما تفضلت به، فما قيمه هذا القرار باقاله محافظ وتعيين محافظ اخر للبنك المركزي، ولا سيما ان هذا القرار لن يحل المشكلات، لن ينقذ الاقتصاد العراقي، لن ينقذ العراقيين من حاله الفقر والبطاله الموجوده، وكذلك لن يحسن من قيمه سعر الصرف.
الحقيقة هي محاولة امتصاص حالة من النقمة، تهدئة الشارع. احنا مثل ما تفضلت في سؤالك الأول، وأنه الشارع الآن متأهب لعمل، هناك تحشيد الآن، يعني سوف تخرج يوم الأربعاء تظاهرة أمام البنك المركزي العراقي للمطالبة ليس فقط في تخفيض قيمة الدولار يعني ورفع الدينار العراقي، وإنما عودت إلى سابق قيمته سعره اللي هي كان يعني 1200 دينار، 1200 مقابل الدولار. يعني هذه القضية الحقيقة ليست السبب الوحيد، الأسباب الكثيرة التي ممكن أن تكون عوامل. يعني السوداني سوف يذهب خلال هاليومين إلى واشنطن ويلتقي بالرئيس الأمريكي، لذلك الوصية التي فرضها المالكي عليه، وهذا دليل قاطع على أنه تدخل أمريكي واستنجاد من قبل حكومة الإطار، أنه يترجى الجانب الأمريكي من أجل أن لا يتلاعبون، لا تحدث اضطرابات أكثر في الوضع الاقتصادي العراقي وقيمة الدينار العراقي مقابل سعر الدولار. هذه القضية الحقيقة راح تفجر الوضع أكثر، لأنه الآن أصبحت المشاكل متشابكة معقدة، مشاكل اقتصادية، قيمة الدينار، المستوى المعاشي للعراقيين، زائد المطالب في جلاء القوات الأمريكية وإنهاء دور الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة مثل ما جاء السوداني في برنامج الحكومي. إذن المطالب الشعبية سوف الحقيقة تتوسع، ليس فقط في المطالبة بتحسين قيمة الدينار العراقي، وإنما الموضوع أكبر من هذا، سوف الحقيقة تتطور العملية يعني بالزيارة أو نتائج الزيارة اللي راح يقوم بها السوداني إلى أمريكا، سوف تظهر جليا ماذا سنفعل نحن يعني كشارع عراقي. البعض يعتقد دكتور بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تصفية رجال مقتدى الصدر من قبل الإطار أيضا، هل تتفق مع ذلك؟ الحقيقة رجال مقتدى الصدر تقريبا الآن أصبحت عملية شكلية، لأنه هو الرجل يقال يعني على حد ما يتداول في الشارع العراقي أنه هو انتهى من كونه أنه عنده كتلة وعنده هيئة سياسية وعنده ممثلين أو مدراء أو غيرهم. هو طلب في وقت مبكر بتقديم استقالات المسؤولين يعني على الدرجات الخاصة وحتى الدرجات المتقدمة. هو يتبرأ الآن من كل ما موجود، يعني حتى ولو كان أبعد يعني محافظ البنك المركزي أو حتى الأمين يعني مجلس الوزراء حميد الغزي، هذا لا يعني شيء بالنسبة لمقتدى الصدر. أنا اللي فهمته من الشارع أنه هو بدأ بتحريك الشارع من ناحية من ليس سياسية، وإنما من ناحية شعبية من دوافع دينية أيضا لحماية ما سموه الفقراء على خطى والده. هذه القضية الحقيقة أيضا لا تعنيهم شيء، يعني حتى ولو أقيل يعني رغم أنه المالكي داخل في هذا المعترك، المالكي عنده رغبة في فرض، لأنه مثل ما نعرف علي العلاق هو من المقربين يعني في حزب الدعوة والمقرب الشخصي للمالكي، فطبعا هذه قضية احتكار المناصب أيضا والمنافسة عليها جزء من المعركة السياسية اللي موجودة لدى الطغمة السياسية الفاسدة التي جاءت بهم أمريكا وإيران. هذا هو الوضع الحقيقة. أما الشارع يعني له ما يقوله، الشارع له الحقيقة كلمة القول الفصل في المستقبل القريب إن شاء الله. أشكرك جزيلا دكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب.